ليه دايما اللبن الرايب والزبادي من الحاجات المنتشره جدا اثناء فتره الصيام؟ من الحاجات المهمه تناولها جدا طول فتره رمضان ال 30 يوم هو اللبن الرايب والزبادي لاكثر من سبب. اولا ان هو من الحاجات اللي بتنظف الامعاء من الميكروبات والبكتيريا. تاني حاجه بتنظم حركه الامعاء فتمنع التخلصات وتمنع المغص. تالت حاجه بيساعد على الهضم. رابع حاجه كمان ان الكالسيوم عموما اللي موجود في اللبن والزبادي بيساعد على الاسترخاء، تبقى اعصابك هاديه. وبالتالي ان اللبن الرايب والزبادي ليهم 4 فوائد تقريبا بشكل يومي انت محتاجه قدر الامكان. لازم يبقى ما بين الفطار والسحور في حاجه، وفي السحور كمان في حاجه. دي اول نقطه. النقطه التانيه، دايما يفضل اثناء ما انت بتفطر ما تبقاش لابس ملابس ضيقه على بطنك. جلاليب بقى اي بالظبط كده، فاكر محمد هنيدي لما فتح الحزام؟ ما هو ما تلبسوش يا جماعه الجينز والحاجات دي عشان ما يكبسش، سيبوا الجلابيه علشان بالظبط البير هقولك. يبقى لا مش بس عميق. كده بس يعني، لا ده هو الموضوع كمان ان الملابس الضيقه بتعمل تقلصات فعلا وانتفاخات وتجمعات للغازات جوه في البطن. فقدر الامكان دايما تبقى لابس حاجه مرحرحه شويه كويس وقت ما بتفطر، لان ده مهم قوي. دي نقطة برضو من الحاجات اللي احنا حبينا ننبه عليها. نخلي بالنا طول فترة السحور نبعد عن بعض حاجات معينة بتعطش جامد قوي. يعني دايما الأطعمة الحارة، الحاجات اللي فيها شطة أو المشويات أو الحاجات اللي فيها توابل كتير وملح، الحاجات دي في فترة السحور ممكن تديك عطش شديد جدا. نحاول قدر الإمكان نبعد عنها، او لو اتاكلت على الاقل بتبقى ساعتين اتنين قبل وقت السحور بحيث مبتدأ دوت كوم.